هذه التهنئة أهل العريسين الغاليين هاي العابد حسين وأصيل عابد حسين، وهي مقدمة من الأخوة فايز أحمد جبران وصقر عابد حسين جبران، فألف ألف مبروك. راسكم يا أهل جبران يا طير شلة تهاني من عطرها الأرجواني، هن العريسين يعني براسكم يا أهل جبران، بروك يا هاي الفراح بروك يا صير ورده دم السرور دامة فراح، فراحكم يا أهل جبران اليوم جينا نهني بشواق وإحساسي معني، مبروك مثني وصل لكم يا لجبرا عايل عسى الله يهنيك وصيل بدعيه يحميك، لكم تهاني وتبريك خصكم يا لجبرا، أنا لكم فايز تهاني معطار تنفح بك ذي الورد فله وريحان، وأهدى لكم سقر التباريك وكبرا الملايين وكثار، حيا الله الضيفان عند آل جبران، وازكى صلاتي على النبي المطهر والآل دايم بصنع طول الأزمان، يا طير شلة التهاني من عطرها الأرجواني، هن العريس يعني براسكم يا آل جبران، مبروك يا هاي الفرح مبروك يا صيل ورده دم السرور دامة فراح، افراحكم يا اهل جبران اليوم جينا نهني بشواق واحساسي معني، مبروك مليون مثني وصل لكم يا اهل جبران، هاي العسى الله يهنيك وصيل بدعيه يحميك، لكم تهاني وتبريك خصكم يا اهل جبران، انا لكم فايز تهاني معطر تنفح بك ذي الورد فله وريحان، واهدى لكم سقر التباريك وكبرار طيب وغلا مبروك يا خير عزار، والضيف يرحب الملايين وكثار، حيا الله الضيفان عند آل جبران، بشواق واحساسي معني، مبروك مليون مثني وصل لكم يا اهل جبران، هاي العسى الله يهنيك وصيل بدعيه يحميك، لكم تهاني وتبريك خصكم يا اهل جبران، انا لكم فايز تهاني معطار تنفح بك ذي الورد فله وريحان، حيا الله الضيفان عند آل جبران، وازكى صلاتي على النبي المطهر والآل دايم بصنع طول الأزمان.